حتى سي بي سي بنا وكذلك شروق تي في. يلا مواصلين دائما في تحضير طبخنا وشخشوخة القسنطينية الطفر. شخشوخة الطفر يلا يعني المرحلة اللي راك فيها الشيخ. المرحلة الأولى درنا اللي قلنا نديروا شوية زيت للشخشوخة ونحطوها تفر التفويرة الأولى حتى يطلع عليها لو فار بيان، ومن بعد نعاودوا كان نعاودوها دوكا نعاودوا نديروا لها اوكي يعني نعاودوا نخلوها نزيد نعاودوا نشمخوها هذوك تشوفوا دوك نعطوا لهم ابخي طريقة تحضير. يعني لازم نتبعوا الخطوات خطوه بخطوه بيان سور لازم بس سينو واحدكم ما يتبعش مش حيتحصل على النتيجه. لا هذه المرقه تاعها بعد ما قلينا بيان جوستومون صحيت. اوكي نديروها اكسبري نحطوها تفور ديريكتومون على الصوص تاعها باش اما تطلع لها شويه البنه. هنا واش درنا؟ درنا شويه ماء ودرنا طوماطيش مصبره كونسونتخي. لازم دوكا هذه طريقة سما هزيتها على الوالدة تاعي اللي نحييها ونقول لها صباح الخير ونقول لها يعطيك الصحة اللي ديما منهز من عندها. هذه الطريقة تاعها شغل كي اللي كي نعاودوها هكا هي تكون ديجا تشرب الطماطم وتجينا غوش ولاصوص ما نحبوش نحبوا ما نكثرهاش الطماطم ما نكثرهاش الطماطم باش كومسا نتحصلوا على وتحصلوا على ذوق. كاين ماشي كامل الناس يسقيوها بال نو مش ناس كامل كان في لافان يجمروها يفوروها نورمال في لافان يديروا لها شويه زبده ويجمروها. مي حنا انا الوالده تاعي علمتني الطريقه هذه ولقيتها طريقه مليحه وهكي تشوفي ديجا هكا بدات ديجا تاخذ اللون الاحمر كان نخدموا فيها سخونه. ومن بعدها يعني هكا بعد ما تشرب شويه هذا الماء ولاصوص هذه تاع الصوص طوماط بخاسك اللي درناها هذه خليها ترتاح يعني فيها شويه قسمه تنشف شويه من بعد نعاودوا نفورها تفويره دوزيام. بعد ما نفورها تفويره دوزيام ديجا نديروا لها طيف تاع زبده اللي عنده زبده تاع بقرات يدير زبده تاع بقرات واللي عنده زبده نورمال يدير زبده نورمال. خليها تشرب شويه ومن بعد ديك الساعه نجمروها نسقيو عليها المرقه لازم نغموها كامل بالمرقه ونقصوا عليها ابان نحطوها بتيفه ونخليها بالعقله تشرب هذيك المرقه. ما تولي تما تولي يعني تطلق وبنينا ما شاء الله تما راهي ان شاء الله اكيد راح نذوقوها في نهايه حلقتنا وان شاء الله كامل السيدات لهم يشوفوا فينا يعني اخذوا هذه الطريقه يعني شيء جديد انه يعني تكون بطماطيش مصبره. يعطيك الصحه وما يخافوش منها ما يقولكش بالك تجي حامضه ولا باسكو دوك تعاود تفر جوست تطلق هذيك يعني يروح هذيك الحموضه تاع هذيك تروح. اوكي يلا احنا راح نعاودوا نقولوا لك بعد لحظات حتى نشوفوا بقيه مقادير بقيه اطباقنا وتحليتنا محلبي. يلا راح يكون هو التحليه نتاعنا لنهار اليوم مع شيف نبيل.